بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة وحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. حيا الله الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نخبة من الشعراء المبدعين، وكما تعلمون يعني امتداد العراق من أقصى إلى أقصى يمتلك وهو غني بالشعراء والأدباء المبدعين، هكذا هم العراقيين أهل حضارة وأهل تاريخ والأمة العربية ولودة. أمتنا العربية ردنا إلها أن تكون أمة ناهضة تعيش بين الأمم بعز وشموخ، ولكن للأسف كان التآمر أقوى مما ردناه. أقع ورانا متآمرين علينا هم ومن المنافقين والضعفاء والوصوليين والخونة، ويعني تصدوا للأمة العربية وخلوها بهذه الطريقة. شوف ايش لعبوا باليمن وبسوريا وبلبنان، وشوف فلسطين ايش قاعد حصل الآن، وبالعراق حصل، لأنه العراقيين، شوفوا العراقيين أهل تاريخ والجغرافيا والعلم والثقافة والحضارة من آلاف السنين، والعراقيين حينما تعرضوا للعدوان الأمريكي الغاشم والتحالف اللي وياهم وكل من عاونهم، هالخونة الدواوثة اللي عاونوا الأمريكان ووصلوا إلى هذا المكان ووصلوا العراق إلى هذا الحال. العراقيين دافعوا وقاوموا الاحتلال الأمريكي مقاومة تاريخية، لا يمكن أن يقوم شعب من الشعوب بما قامت به الفلوجة وأهل الأنبار وأهل نينوى وأهل صلاح الدين وأهل دياله. قاموا الاحتلال فتأكد للأمريكان بأنه لا يمكن أن يطلعون بسلام إلا بتحالف جديد مع إيران ومع العدو الصهيوني، وأوقعوا ما أوقعوا، جابوا لنا القاعدة وجابوا لنا داعش وجابوا لنا الإرهاب من كل مكان حتى يأخذون على المقاومة، وعاقبوا المحافظات اللي قاومت الاحتلال، وهذا وضع العراق ومن تعاون مع الاحتلال، ويريدون العراق بهذا الحال. هذا هو العراق. لا تتصورون ترى العراق يعني رجال، العراق رجال ومبدئيين وعروبيين ويخافون على كرامتهم وشيمتهم وقيمهم، لا يمكن أن ينذلون. ولكن للأسف للأسف الكثرة غلبت الشجعان، للأسف المعركة غير متكافئة، فهذا تاليها وهذا تالي الحال، وهسه عنا نعيش بذلة ومهانة واحتلال. الصول والجول، السفيرة الأمريكية تجتمع تصور بقيم مقام، تجتمع بمحافظ، تجتمع بوزير، وهي الحاكم الفعلي للعراق، وهذا تاليها. شوفوا هسه بينما السفير في كل دول العالم، هذا الأمور الدبلوماسية علاقتها بوزارة الخارجية، ما تطلع حدود وزارة الخارجية بالمكاتبات والزيارة والمخاطبات، ولكن هي ما شاء الله قرة عيونكم يا العراقيين بالسفيرة الأمريكية. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، غاية السعادة والسرور أن نلتقيكم أعزائي المشاهدين. كما تعلمون كل ما يعني نتمنى ونريد لكم أن تكونون مرتاحين وتتابعون هذا البرنامج وتعيشون بخير وسعادة، وإحنا وياكم ننتظر نقول بلشي المهجرين والنازحين يرجعون لديارهم، وإن شاء الله يطلع هذا قانون العفو العام، هالمظلومين بجريرة المخبر السري والكيدية ومظلومين بالسجون بالآلاف، تعال شوف شلون، وحالات الفساد، والناس ترجع إن شاء الله وتسعد شوية تنفس، وهذه ما أدري شو يسمونها معضلة بالعراق، صار لها 20 سنة، ما ناس تصرف مليارات وتبوق مليارات
ولوريات دفاتر يعبرون وهذا، والله شنو ننتظر الميزانية؟ كل شيء متوقف في العراق، كل شيء متوقف في العراق. هذا البارحة سمعت خطباء الجمعة في كل المساجد يأكدون على هذا الجانب، يا إخوان متوقف الحياة في العراق، يريدون الميزانية، قروا الميزانية، عسى أنه شو حركة تصير، الناس تعيش، تنفس شوية، المصالح، الناس اللي تنتظر هذا 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 اليوم، والله كريم، الله يهديهم إن شاء الله. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بضيوف حلقة هذا اليوم، الأخوة الأعزاء وشعرائنا المبدعين من محافظة صلاح الدين ومن نينوى ومن التأميم، الأخ الشاعر عماد المناضل، حياك الله عماد. حياً باك، حياً باك أستاذ، شاكرين جهودكم وإدارة هذا البرنامج العريق اللي أرفض الغربية والعراق بكل ما هو يليق باسم العراق. أهلاً وسهلاً، يا حياكم الله وساعة المبارك، حياك الله عماد، أنت من الشعراء المبدعين واللي لك حضور وبصمة في هذا البرنامج من خلال القصائد والمواضيع، وأنت صاحب رسالة، يعني شهادة اعتز بها، الله يبارك بك، يا حياك الله. أيضاً الأخ الشاعر صالح الأغا، والأخ صالح من عائلة أدبية، الأب والأخ كلهم شعراء مبدعين، حيا الله الأخ أبو مهيدي. حيا ونعم منك عم أبو معمر، ما عليك زود، والله يعني زيارتنا للجاي حقيقة هي شرف كبير، والفلوجة على مستوى الغربية يعني ننافس بها قنوات الجنوب وبغداد، فإحنا إن شاء الله نقدم شيء يليق بكم وبالقناة يا رب. يا حياكم الله، أهلا وسهلا، غاية السعادة والسرور تكونون وأنتم معازيب ومن هالدار، وهذا الله. هذا مضيفكم وهاي قناتكم، والله يحييكم. نعم منك والله عم. أهلا وسهلا، أيضا شاعر مبدع وحقيقة يعني حجالي موضوع جميل، خواله رمضان العلي سليمان وعمار العلي سليمان، ووالدته شاعرة معروفة اللي يطلع دائما عمار وياها ورمضان العلي سليمان يحاورها، حسنة سليمان. حسنة سليمان الأخ الشاعر حمودي العصفور، حياك الله. حيا أبو معمار، بارك الله فيك، يسعدنا طبعا التواجد ببرنامجك ويزيدنا شرف. يا اهلا وسهلا، بارك الله فيك، حياك الله والمهلي، بارك الله، وتحياتنا للحاجه حسنه سليمان، واليوم حتى سمعنا المحاوره انت وياها، لن تقول ازهيري حلو، صار ها صار من عيني، يا حياك الله، اهلا وسهلا، فنان مبدع ورائع ومعزب، ويختار الكلام العذب بصوت الجميل الرائع عطيه الجبوري، الله محييك ابو عبد العزيز. تحيا ودوم ابو معمر، حياك الله انت والضيوف وكل كادر فضائية الفلوجة، احنا دائما مشاركاتنا بالبرنامج حتى يبقى برنامجكم برنامج يختص بتراثنا وموروثنا الشعب العراقي الأصيل، وإن شاء الله نقدم اللي نقدر عليه واللي يرضى الجمهور بإذن الله. ما تقصر، الله محييك، ما تقصر أبو عبد العزيز، حياك الله أهلا. اليوم وياك عزل وصهيب، ويعني ما يراد لها ايضا معازب يعرفون انت شو تريد وهم شو يريدون، لا لا لا، واهم شيء انه صاير انه يعني نفس ستايل ان شاء الله يعني. ان شاء الله، يا حياكم الله، اهلا وسهلا. اي والله حقيقه البدايه اكو مواضيع يعني هي مو بس تزعل انما تبهض، يعني انت تحكي عن العقال ومكانة العقال وقيمة العقال، احنا العراقيين نفتخر حقيقة انه نلبس هذا العقال، هذا تأكيد على عروبتنا، احنا عرب أصلاء، واحنا اهل التاريخ، واحنا اهل الأصالة، واحنا اهل القيم، واحنا اهل السجايا، وكل العالم تعلموا من عندنا هذه المعاني. نعم. العقال نذبه شو وقت من من من, من, من يحمل وطيس، نذب العقال ونلف قراعاوي ونكاون، اما العقال نلبس بعز وشموخ بعد ان ترفرف رايات العز، شو تقول عماد؟ صادق صادق، وهذا ما أثار حفيظتي بعد ما شاهدت أحد أصوات النشاز وهو يسيء للغربية وعقلها، إيه؟ يقول بجمع غفير من ربعه، يقول والله أنا بشوفت هاي العقل ما أعرف شغرة، عقلنا مو عقل الغربية لدلي من اللي عطوا بناتهم، يخسى والله. طبعا اللي اساءني اكثر ما حد قال له جد حظك وبختك وهذول اسوي هبة. ايه فنبدا بعتابه ونصل للقصيده ان شاء الله. الله ايه ضمايا ضمايا الهيم دمهم من شربنا وصدح حكي النواظر من شربينا من شربنا،
تعرفنا خوت وضحى من شاربنا اللي يرف صيحة الحر وانتخل 30 نعم كفو حالك وهل كبر المصايب ما علنهم ولا اعلن عن طليب وما علنهم هل سيوف الملاقة ما علنهم ادلي مدت شو العائل ضحى والله 30 نعم كفو وهل انعمدوا على التلنا اختلهم وصعيبات الرشايب ناختلهم ناختلهم الحرة اللي انضامت ناختلهم ورمحهم طلع بي وجهه وقفه يبو الله الله وهن المنحياض الموت يسجون ولا عن من نخب الضيج يسجون اي والله ايابش عند الشعتاب يسجون يكسر قفولك من المستحى وشرناها وعيت مظلومة شرناها وعيت مظلومة دكت الصدر تريد رجال وما تجفي الخيل بخيال الله الله بهذا القاع بهذا القاع انطينا بطالة تموت وقوف بوقت الحومة ايلكم نعم كفو شرناها وعيت مظلومة ايام روح اقرا وقلب كم صفحة وشوف ادليه مش زلم ذبحة لو طبوا والنخوة بوضحة تصعب على الرجلين القومة والله صحيح بكل موقف ثابت تلقاني نعم وبصدر الغادر نيشاني من علي صوت الشيشاني خرسناه ونام النومة اي والله شرناها وعيت مظلومة ايه روح اسأل عن فعل بساتر ان رجال الدمهم فاير فاير شن تدري عيرنا الباير الما شاعت جد علومه الله الله شرناها وعيت مظلومه وعفتهن كلهن وما سولفت عصار وقلت خلنا نشغل واسهر مع احوالي اش كم مرة سمعت بس قلت ما مجبور اهتم لهن رغم ما اوجع عن بالي اوجع عن بالي نعم هالكلمة بلا يا حظ من تنحكي بديوان اشفيها قبل لا تنشف دلالي الله الله نعم وتعلمت منها ان الماء ينفض الزيج ايه ديوان ويطيح اش ما بنى عالي اي والله وعفو المقدرة وحشمة هل الماعون شايلهن مثل مو شايل عقال كفو 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 بس من وصلت للعرض لا والله اها بساعتها الاوادم تعرف اخبالي نعم ومني دي ثور على العد المياح ويصير المقابيل تراوالي نعم تعرف الزلم جابت بطونة اليم بذيك الساعة ما خلي لكم تعالي يا الله احذر احذر من قبل لا توصل بنسمير بذيك الساعة ما يقدر يطير الطير الله الله انقص صيدك قبل توصل طناب البيت وبعينك تشوف خيوله الله 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 نص صوتك ولك لا يفز جرح حمود ما تعرف حضرتك شتفنت غالي بالله عليك نصاتك نصاتك ولك لا يفز جرح حمود ما تعرف حضرتك شتفنت غالي عن يا غدر تحكي عن الرواية السودة مسمرة فرفا جفل هنا هلالي بلا والله أما أنت العرب يمك ونمت الليل وفزيت الصبح بيدين شتالي دخلهن للوقت خلهن للوقت لأن الحجايا صغار ترى من خناجر ترى من خناجركم ناخت جمالي يا الله عليكم زود الجميع والله 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 وثلاثين نعم عليك زود استاذنا ممكن حمايل الدليم امتدادا من اقصى العراق الى اقصى كفو ما عليكم زود يا المحامدة وتحياتنا للشيخ حكمة سمير الشلال الله يبارك ابو محمد هذا الرجل الكريم الطيب وكفو من كل المحامدة ما عليكم زود كل وعلى الحماد وكل حمايل دليم تحياتنا لهم جميعا الله يبارك تسلم وصح الله لسانك انت سالم استاذ العزيز معي أيوة الله. جود اه الاخ العزيز صالح الاخ يحياك الله أيوة. استاذنا واحنا لكونك من عائله ادبيه احنا ما راح نطلب منك شيء خيار لك الاولويات راح اقرا زهيري الله الله يقول يا وقت كافي ظلم كافي مواجع دحن يا وقت كافي ظلم
كافي مواجع دحن ايدينا الليالي غثك بود العذاره دحر عزيت الانذال ما قصرت بشرك دحن جفوفك الطال انكفخ روس الاجواد الباب وطيح انوادم على جيد العفاف الباب العاشن اشراف وابد ما طالعات الباب جار الزمان وعلى وجوه الردايه دحن الله الله حي العاشن اشراف وابد ما طالعات الباب اي والله جار الزمان وعلى وجوه الردايه دحن الله اكبر الله عليك ويمشي وكتنا عكس يا خلق مدري شباه يمشي وكتنا عكس يا خلق مدري شباه كل ما اقول انطفى حزن الدليل اشباه جرحك يا روحي بشع ما شفت مثله اشباه غميج حيله كلف ماله علاج ودوه ويا بش هضي مع صوت الانذال ودوى بالدنيا ما ظل امل سور المراجل دوى من قعدة اليوم على عرش الرجول اشباه ومن سنين روحي تئن ما وصل يمكنني لكنت حسبك فطن تاليك يمكنني من سنين روحي تئن ما وصل يمكنني لكنت حسبك فطن تاليك يمكنني الله اصوابك دمرني قدرت اقوم إيه؟ يمكنه يدعيني طشار يا الله ويكسرني لحد ما خلصت رغم بعشرتك فلا خنتك ابد الله الله وخلصت كم مره للموت اوصل للمحك وخلصت هالمره احسها انتهت ما طيب يمكن اي والله هالمره احسها انتهت ما طيب يمكن يمكن الله احسن صح الله لسانك تسلم يا الاخ كم والله ما عليك اي والله إيه أخوي حمود العصفور يا أهلا وسهلا اللي بارك الله فيك حياك الله وش راح تختار للأخوة المشاهدين غرزهير يختار لهم كتاب إن شاء الله طيب يا عراق تبقى الأصل وتظل على حيلك ومن كثر ما عشقك وقت علي حالك يا عراق تبقى الأصل وتظل على حيلك ومن كثر ما عشقك وقت علي حالك حزنك فراقك ظلم يومك على حولك من حيث بئنا العباد تفوح ريحتنا الله الله ويطحن بقلب محصول الضيم راحتنا حصول الضيم المن بعيد انتخوا واحنا براحتنا وحيف وحساف انت نخجنا بعن حالك مو بالله يصير والله حيف وحساف انت نخجنا بعن حالك الله الله اي والله ايه ايه ويبين الوقت مصلف دار سنه علينا وما نفعنا الدار سنه اي والله يبين الوقت مصلف دار سنه علينا وما نفعنا الدار سنه مناجلها رهيفه دار سنه وحصدت كل الجواش البلحشه ويلي وتقطع هرش عيني بس اجيها وتيهر كان قلبي بس اجيها عهد للدار مني بس اجيها لقف بالباب والملقى قهده الله الله ويا ابو بالدار جيناش عناوين اي نعم تقطع هرش عيني بس اجيها اي والله تقطع هرش عيني بس اجيها وتيهر كان قلبي بس اجيها عهد عهد للدار مني بس اجيها لقف بالباب والملقى قهده ابو عبد العزيز يا خيش والله لقف بالباب والملقى قهده الله الله ويا ابو بالدار جيناك عناوين مهجومه وما بعد ظلك عناوين تبين يا قلب ناسي عنك وين على المات ولسه عم شباب ويلي تبين يا قلب ناسي اي والله عنك وين على المات ولسه عم شباب لسه عم شباب ويا ابو بالدار وداني قفله وكثير حيود على العادي قفلها ويلي يا ابو بش يحزن ملاقى قفله وسراقيها سرقت قلب الشباب وسراقيها سرقت قلب الشباب احسنت 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 صح الله لسانك صح بدنك والله نعم ما جابت حسنه اي والله كفو كفو نعمت حالك ما عليك زود والله معمر يا اخوي ابو عبد العزيز نسمع العتاب تحيا ها طبعا ابو معمر اكو فد معلومه يعني حتى نوصلها ايضا ببرنامجك الكريم انه اللون ريف الغربيه اللي احنا بنأديه هو لون خاص بريف الغربيه اللي هو سواحلي العتاب النايل
المامر، ازعلان، الموليه، اغاني الحصاد واغاني الدرجه، هذا لون ريف الغربيه. نعم. اما الريفي فاللي جنوبنا الحبيب وما يختص به الابوذيه وهي الابوار الاخرى. فكثير من الناس يقول لك غناء ريفي. لا، الريف الغربيه هذه الالوان الليبيه اللي دا نسمعها. نعم. واللي نأديها ببرنامجنا اضافه للالوان الجنوبيه اللي دا نضيف لها نكهه بهذا البرنامج. تأدوها. نأديها. ايه؟ فهذا فد شيء معلوم. حتى احنا راح نقول العتابه. ايه تقريبا العتابه ايضا للاخ العزيز علي ابو سعد، ايضا هي امتداد لقصيده الاخ عماد المناضل وامتداد لكلامك، فراح نقول عتابه. يا الله يا الله. وقت العوز هلن آي عاني آي عاني آي عاني تراب الدار يا يمي ولي. وقت العوز هلن يهلن بالضيف وقت العوز هاي ربع. ايه ايه على أربع عن يعاني بوقت العوز هالليين يبوه تراب الدار فوق الرأس هيلة. ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا بتراب تراب تراب الدار فوق الرأس هيلين. اي صبغ على ولف سود الثيم والعين هلن يا العيون دم ودمع زين هذا لي اشغال يبو. لا 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 هلن يا العيون يستاهل. خلي هلن خله خله. كانوا ويالون ودلالهم على النار هذا لي اشغال يبوح. لا 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 كانوا ويالون والله والنعم. الله الله هذول اللي يستاهلون البكا والنعم.
يعني رحل منا العزيز الجالي دار رحل مني العزيز اي عين رحال رحل منا العزيز الجان لدار يعاني 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 عفيف وليالي العسر بدون بلا زمان زمان الشوم على الطيبين يا عيوني ولايلي 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 زمان الشوم بالطيبين لدار يعاني 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 يخليهم مساكن للغزل ولعين عشال عني مطعون بالدلال هذا لي يا شغالي يا با يا با يا با يا با يا با عالشال عني يا ويلي اي ظني والظني والظني والخيبة وظني وليعاني يعاني 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 والله خيبة وظني الجان وعدال الروح هذا لي أشغالي يبو آي عاني آي عاني آي عاني خيبة وظني سلامتك حيا الله الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم حقيقة في المجالس والتعاليل برباع والدواوين يعني هو حديثنا كله عن المعاني والكرم والأصالة وعلى فلان كريم وفلان سوى فلان شيء وفلان غزا وفلان حمى جار وحمى الدخيل وكذا هذه سوالفنا وإحنا كعرب نحتز بهذه المعاني وهذه القيم والمثل وعلى امتداد الوطن العربي يعني احنا غيرتنا على شعبنا العربي اينما كان يعني هذا شوف اللي حصل بالوطن العربي هذه هالسنين الاخيره من جراء ظلام امريكا وربعها وحلفها اللي سووا الربيع العربي وتحول الى دمار الامه العربيه والاخطار العربيه كلها تدمرت ابتداء من احتلال العراق وسوريا جابوا لها البلاء ولبنان واليمن وهذا ما يحصل في فلسطين الحين يعني كل هذه حاصلة للأسف وإحنا قلوبنا على شعبنا أيوة العربي أيوة والله أيوة نتألم أيوة أكثر وإنه صارت الحوادث الطبيعية مع الزلزال صار بتركيا تركيا إسلام وبسوريا عرب يعني هم جيراننا وهم شقائنا وهم أنا إسلام ربعنا السوريين وتضرروا جدا بهذا الزلزال مع هذا قلوبنا وياهم وجتهم المساعدات والله يعني كل العراقيين ان انتخوا ودزوا المساعدات بما يستطيعون واحنا في ضنك وفي ظرف صعب وفي احتلال العراق نعم محتل لا زال العراق محتل مع هذا الشعب يعني انطم مطلوب منه بامكانيات هذه فلذلك نقول تحية لشعبنا العربي اينما كان وخاصة ان شاء الله الشفاء للجرحى والشهداء اللي راحوا بالزلزال بالقطر العربي السوري واظن الاخ عماد كتبت شيء على اخواننا السوريين اي بالله اي بالله ابيات اعتذار عن عدم وصولهم ما تعرف انت اي نعم بقول جرعت السقم من فزعت يا جار ولا لي على القاتل الحال ولا لي على القاتل الحال جرعت السقم من فزعت يا جار ولا لعل القاتل الحال يا جار
يواسي قصر الدين الدمع اللي جرى على ما صاب سوريا دمع. اي والله اي والله بكت الناس كلها صحيح. وعليكم لا هنينا بيوم يا كرام، عليكم لا هنينا بنوم يا كرام، يلي الحاكم احنا العيب تكرم. الله جواب الطلب منكم روح تكرم خيو ولا همك ما جرى. اي والله طيبين السوريين. الله الله ونعم. جواب الطلب منكم روح تكرم خيو ولا همك ما جرى. الله احسنت احسنت. ومشوا صوب المغارب ما كن لهم محب ومن جفوني ما كن الهم. ما كن الهم نعم. الله ايش فايتتني ما كان الهم بيوم اللي بيجي فوقني سموم تاب. اي والله مخلص من هالضيق. الله الله ايش فايتتني ما كان الهم بيوم اللي بيجي فوقني سموم تاب. ويا لو ندري بهجرهم ما بنى لهم موده. إيه؟ وكان قلبي ما بنى الهم. عليش كان ابني هالموده. اتشتن بهالمحاري ما بنى لهم يتخطى وين ما سر البحر. الله جتيني مو بعيد بهالثنايا يقول الملا. وطويل براك حيدي بان من ناخ وغشى وجه الليالي حزن. إيه؟ من ناخ بلا يا ذكر كل مشوار منا خجرها وتوجع القلب وخرع. اي والله. وعطايب ثارت من الجوف ما بان ولا ظل الخف عن النفس. ما بان ما بان. اسايل روحي كل غروب ما بان حادي يبشر علوم الغياب. الله 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 الله. وعلى يا صوب مدري مرسى بيهن ضعون وشوف عيني مرسى بيهن. إيه. يخلي يخلي من جفيت ومرس بيه نكبودي تفهمي من الاغياء. عينك تسلم تسلم اخوي عماد. والحشمتهم وعلى صوت الفزع يبطون نفس القبلهم كانوا بالحجي. يبطون ما خزر الزاد بيك الا الخلا يبطون. مو صيد معيار لكن حوبتك يا الملح. اي أيوة والله ما يغزر. الما قام على الصوت ما ينفع معاه الملح. بهذه وقعت عرفت ايش ضيعت يا الملح. يصعب تجيب مثل الراح لي. احسنت احسنت. الله الله وكفو كفو. تسلم يا عماد راح. اي والله عافيه والله. يا ابو بشر قادم متوسط جماله وجبور واهل الكلام واهل ما شاء الله ما شاء الله. والله يعني ما عليك زود. اي والله كحيلان. الله يبارك فيك. احسنت شهاده اعتز بها والله. اي اخوي صالح حياك عم ابو محمد. اختيارك عتابات. الله الله. اي نعم. ايه؟ يقول كرامو على الخليقه ما جبنهم عدوهم بالمزامط ما جبنهم. بلا والله. كرامو على الخليقه ما جبنهم عدوهم بالمزامط ما جبنهم. الله الله. فوق التحيود والله ما جابنهم البيض ولا تكررهم نسى. ولد والله صحيح. اي اي فوق التحيود والله ما جابنهم البيض ولا تكررهم نسي. اي اي وجرح بالروح ما فاد معاليج على البكبود نار لهم. معاليج جرح بالروح ما فاد معاليج على البكبود نار لهم. عالجه مشوا بصدر مردول معاليج انثرون وعاثوا بروح خراب. اي والله. وديار جواد يحرم علي طبهن عقبهم ما لقوا لحشاي طبهن. اجروحي ورا الراحة وكون طبهن مرض ما دام ما رد لحدا. مرض اي والله. والبين التاه منا جو ردنا برجعت الدنيا خرب جو ردنا. يا لاهي هالليالي جو ردنا زلم ونجوض من يلف الغياب. جو ردنا. يا لاهي هالليالي جو ردنا زلم ونجوض من يلف الغياب. ومشوا ساقوا ضعنهم وانحبلهم عنا وحيل ما ظل ونحبيلهم. الله مشوا ساقوا ضعنهم وانحبلهم عنا وحيل ما ظل وانحبلهم وانحبلهم. اي ترى حق منا شاهج وانحبلهم فوق الترجال طاريهم ذره. والله ما حد يلوم. ومشوا ببالي صوره طاق لهم يا روحي من المواجع طاق لهم. اي والله. مشوا ببالي صوره طاق لهم يا روحي من المواجع طاق لهم. الجفا وخلوا يا عالم طاقة لهم بدليل وقامت الذر سنة. أحسن سلامة. أحسن أحسن صح الله لسانك. الله جميل جميل حلوة العتابة. والله ما قصرت صح الله لسانك. تسلم. الله يحييك. إيه. أخوي حمودي سولف لنا على الحجية حسنة
يعني شلون هاي تقول الزهيري والعتابه لو بس الزهيري؟ لا تقول الزهيري والعتابه. زين بينك وبينها ايش صار محاوره؟ بيني وبينها راح اسمعك. اي والله محاوره على الدار. اقول دار جفوها هل بتراب هادمها، هذا اللك ويترد عليك. إيه؟ دار جفوها هل بتراب هادمها وروجات عينها در ما بطل هادمها. الله الله. يا دار لا تنكرين الشان ها دامها، وكم حيد اخذت عليهم ما شفت عنك، وخليت من بالعصر طاح وطلب عونك. ندمان ندمان ظل السقف عقب المشوا عنك، ولا انا حقني قبل ممشاي هادمها. ولا انا حقني قبل ممشاي هادمها. اي والله ايش خليت بيها؟ رد لم تقول رد لم تقول دار جفوها هل ما من نوادلها، ما من نوادلها من عقب ذيك المجالس ونوادلها. ما ظني عود الوقت ونا نودلها، وقديم صاير ونيها وغائش السيئلي. لا والله ما يرد الوقت. ويا عائل الفراق هم دم ودمع سيلي سيلي. أركض ورا خلتي يا دار وسيلي، والعلة البكشة بتحبرة نوادلها. الله الله. والعلة البكشة بتحبرة نوادلها. يا لطيف. إيه؟ عتابة بهن هالليالي حيل قصرا، وفعايلهم ولا مر يوم قصرا. أهن اللي بنوا بالطيب قصرا، وكرمهم واصل حد السحاب. 30 نعم. ترد لأم تقول الليالي حيل بينا قصرنا. الله. الليالي حيل بينا قصرنا، وعلمتنا الخناجر قصرنا. اي والله اي والله. يا ما كانت رباع. اي والله. وقصرنا وحسافه اليوم مسكن للاغراب. يا حيل. يا ما كانت رباع وقصرنا. اي والله. حسافه اليوم مسكن للاغراب. من ورا الارهاب ومن ورا هذا الاحتلال ومن ورا هذا الضيق. الله الله. جميل جميل. تحياتنا للحجيه حسنة وصح الله لسانك. صح مثلا. ما نطلع اليوم على الحويجة. 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 تدلل. اي والله. تدلل. طبعا هو نايل الحويجة. نايل هو مخالف ايضا، وهو الحزايني، وهذا اللون الحلو الجميل المؤثر. والله. هالشطران تعادل قصيدة كاملة بيت النايل. ياب. دريت تختارون ابيات نايل عودينا. ايوه. اي اي بالله ابو عبد العزيز. مسدودة بيبانيج يولي مهجومة بيبانيج، مسدودة بيبانيج. بلا والله يا دار يا دار عقب الولف يا عيوني يا عيوني. يا حيل راح أبعد. ومسدودة بيباني يجي عاني عاني عاني، ومسدودة بيباني. بلا والله يا دار يا دار عقب الولف يا عيوني يا عيوني. عاني عاني عاني، ومن لون حيطانج.
بلا والله باين عليك الحزن خيبي غالي. اي يعاني يعاني من لون حيطانك ومن لون حيطانك. بل والله باين عليك الحزن يا عيون يا عيون. ما هو جرح ينشاف يا ولي عين، وما هو جرح ينشاف، ما هو جرح ينشاف. بل والله طبيب عوف الجرح يا عيوني، ترى ما هو جرح ينشاف ولا ينشاف. آي عاني ما هو جرح ينشاف، ما هو جرح ينشاف. بلا والله طبيب طبيب عوف الجرح، ترى ما هو جرح ينشاف ولا أثار الصايبات عفاف. يعاني 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 الصايبات عفاف يا ويلي يا ويلي يا ويلي. بلا والله بالروح مو بالجسد يا ويلي. أي أثار بالروح بالروح مو بالجسد، والصايبات عفاف. يا عيوني يا عيوني والصايبات عفاف. أثار بالروح بالروح مو بالجسد يا يما يا ولي. سلامتك. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. هذه الجولة مسك الختام إن شاء الله، وراح تكون قراءات ونسمع من الأخوة الأعزاء الضيوف قراءات شعرية للعتابة وزهير والنايل. شوف اختياراتهم البداية من الأخ عماد. تفوت السنين وهذيك رسوم خلاني. إي والله يا قلب بطل عدل ما حد تلقاني. نوم في زيزو خنقنا الفجر دخانك. من العام صوت صدح ما تسمع اذانك. يا ايه ويا حادض عن كل سار بيدك، عجل حبل الرحايل سار بيدك. نعم نعم يا حادض عن كل سار بيدك، عجل حبل الرحايل سار بيدك. قل للرجل هود السر بيدك، يشاف الصابت حيث الهوى. يا الله وانقسنا بالمراجل مو بلغنا، وفعايننا صبايا ما بلغنا. نعم هذا الحجي يخوما احنا نبايا، ما بلغنا الطير الوكر بديرة سبا. لا والله حلو وعجب غفلة ضعاينهم من الساق، بابو عيون كحل مأشرة. الله من السوق اهبال الساشن بهالعقل، من ساق الريم اليور ذا العين الضحى. احسن هذيك بالوقت ترى. تسلم يا عماد بارك الله فيك. ايه يا اخوي صالح. يقول وجوه الخير ما ظن شرجه منهم، وجوه الخير ما ظن شرجه منهم، جفوا بقبور سكنوا شرجه منهم. شرجه منهم بدليل تعيث ظلت شرجة منهم، تحزن الليل وتهيض الضحى. الله 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 ويا رب العافو الفو شال عينه على الفرقة ولا بيشال عينه.
يا رب العافو والفو شال عينه على الفرقه ولا بيشال عينه المشو غفله دليله شال عينه شلع من عرج ما ظل دوه ايه وما لنحرب ليل ما لمش بزعل ما لطب على الخام بيه وجدم فوق الكتف ما لطب ايه ما لرجع بخير ما ظنت بعد ما لطيب ما حد فزعلك يروح سنين عن صحتي ويا ما نصحتك ولا تسنين عن صحتي جابوا طبيب وكشف له قال عن صحتي ما ضال له علاج ما ينفع دواء ما لطب سلامتكم الله بعد ايش عندك عتابه بيت الزهيري اخر بيت الزهيري اخر يقول كل ما افكار تركز على الوقت تشتي فيه تشتت نعم كل ما افكار تركز على الوقت تشتي فيه كيف انه خله هدم صيفك غصب تشتي فيه الله ايه جروحي صلفه ولا تفعل ابد تشتفي خلني بعد الدرب امشي له خطوه وطخ مهضوم علها الذي عل الغريب ووطى اخ رغم الحصل لابد ما وط راسي وطخاف الشماته تعرف باللي جرى وتشتفي الله 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 علي تسلم صح الله لسانك الله تسلم كل يا اخوي حمودي العصفور حياك من نظمك ايش اريد عتابه زهيري ستشير ربع فلا خلت قلب وحشه ستشير ربع فلا خلت قلب وحشه ونزلت على الضلوع قامت تفتر وحشه الله الله اتشنت لهم ذراع عجيب العاليه ووحشه وحيف وحسافه معاهم كنت وهماني يلومون صاروا وقعوا وقلت هماني ابو معمر الصده وخلوك ويا الوجع وهماني باكر يردون وان وجوههم وحشه اي والله والله الصده وخلوك ويا الوجع وهماني باكر يردون وان وجوههم وحشه والله حلو حلو والله اي بعد والله اكبر اذا جار الزمان ومال ما ينفع العز ولا ينفع بنين ومال حظة خربطة دلي على درب ويميل ومن صغر سن زمان الشوم عادأني معلم على هموم والصدمات عاداني حتى الصديقة لو ودوا ليش عاداني دزيت على البوم حتى البوم من نمال وحلوين لم الرمو فوق الظلام وشال وبفراق ولف الجهل والقلب صاب وشال بتشي الدمع المشو والدمع مني وشل وشال وترقب عيون الدرب لم جفو وتعين وبالضيج لم انطحت رتك يا ولفت عين ايه دكتور ما ظل عمل يازيك علش تعين يبسة تعروق القلب يوم انضعنهم شال ما ظل اصواب بعد ايه وبنوحات بوم بتوال الليل من حالي من حالي بنوحات بوم بتوال الليل من حالي تيهت السنين الليل يفوت من حالي دورت ما مش ربع وعداي من حالي من حولك كلهم تنوني اقع بس ما طحت عدلي عافيه وبموتي احتار طب العرب اي والله والعدل ما ظل شي وانحني ولطاحتي ايه عدلي كم يوم ظلوا وقع بشفائك من حالي لا ان شاء الله لا كم يوم ظلوا وقع بشفائك من حالي ان شاء الله ثابت ثابت ان شاء الله طبعا طلب خاص ايه يا باش شالت حسن يا باه يا ويلي هذا خاص خاص ايوه انت قوله براحتك يا باش شالت حسن يا باه يا ويلي مدوختني ليله الشعر شلال يا ويلي يا قلب حيل وبعد بنوح يا ولئيه ألطم توارى على البيه المحاسن سطر ومحتار شكتب بعد بقلامي تايه سطر عقلي بجفاه تلف سطرت لبالي سطر مجنون سيد ردت بنوح يا ويلي شو أسوي سيد مجنون سيد عقل أريد سيد مجنون سلامتكم جميل جميل اريد مشكل ختام من عماد تختار لنا بيت العتابه بيتين ابشر اقرا لك موليه ايه حلو الريم تلحدرت وردت على الزابي ما ترعوا بحالنا من ترفع ثيابي لا بدالي يا جماعه الريم تلحدرت وردت على الزابي ما ترعوا بحالنا من ترفع ثيابي ايه عاف الدليل شبيه صيدت ذياب مخمش بمخلب وناب وحوش بالريه الله الله الله
وبيت زهيري احلام يا مال هالدلال مونتي محد على ايمان وانت اشكال مونتي احلام احلام يا مال هالدلال مونتي محد على ايمان وانت اشكال مونتي مونتي دنيا صفت بيت رد الصوت مو وانتي معد اقدر لها تعدت على الخلق وعبرت وبحرك اخذني رغم كل البحار عبرت قط لا تظنين قط لا تظنين مشيت على القلب وعبرت اي هذه انت شقن على الروح مو انت يلا شوف شلون قط لا تظنين مشيت على القلب وعبرت اي هذه انت شقن على الروح مو اتقنع الله احسن الله احسن صح الله لسانك تسلمون مبدعين وحياكم الله والله ما قصرتوا وان شاء الله لكم جولات وجولات اخرى ان شاء الله في أيام القادمة بإذنه تعالى إيه فنشوف أبو عبد العزيز عادل نروح على أهلنا على الجنوب الجنوب أي أيوة والله نحبهم لأن هم الألوان حلوة جميلة أيوة نعم. وأيضا طبعا بهاي المناسبة أيضا تحية وحب واحترام إلى كل متابعي ومستمعي إذاعة صوت الأمل أي حق حق على كل مشاهدين تحياتنا أيضا إليك أبو معمر وكل شكرا الضيوف شكرا جزيلا ما بي عوفا هلي الله ولا بي عوفا لا والله ما نقدر أبد مو بالله نقدر كل نقدر. شيء ولا الدار الأهل أي والله ما بي عوفا هلي لا بيعوف هواي ما بيعوف انهلي ولا بيعوف هواي قلبي نسيت هنا يا وليدي ورويا يا وليدي ورويا بس ولعونا ومشاو حتى عرفنا تسعر ولا تنطفي نيران فرقا بس ولعونا ومشاو حق العرفنا هم تسعر ولا تنطفي نيران فرقا هم ليل وهجار هالقمر روحي بلياه لو هجار هالقمر روحي بلياه قلبي نسيت هناك يا وليدي ورويا
قلبي نسيت هناك يا هولي دور وياي يا هولي دور وياي. أعزائي المشاهدين، انتهت هذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا. شكرا جزيلا لحضور الأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذا اليوم، الأخ الشاعر عماد المناضل، والأخ الشاعر صالح الأغا، والأخ الشاعر حمود العصفور، والفنان عطية الجبوري، وأزل وصهيب، المصورين سيف العبيدي، يحيى الميزان، علي غالب، العلاقات والتنسيق صدام السحل، هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي، هندسة البث والاستوديو خالد المحمدي. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج ياسر صبيح البياتي.